استقبل صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر عددا من كبار افراد العائله المالكه الكريمه والمسؤولين بالمملكه من مدنيين وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الدين وجموعا من المواطنين. الذين عبروا لسموه عن صادق العزاء والمواساه في وفاه شقيقه سموه سمو الشيخه عائشه بن سلمان بن حمد الخليفه طيب الله ثراها. حرم سمو الشيخ ابراهيم بن حمد ال خليفه. وذلك صباح اليوم بمجلس العزاء بمجلس سمو الشيخ ابراهيم بن حمد ال خليفه بالرفاع. وقد استذكر الجميع مناقب سمو الشيخ عائشه بن سلمان بن حمد ال خليفه واسهاماتها الوطنيه والخيريه والانسانيه. داعين المولى جلت قدرته ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. وقد اعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبه بتقديم التعازي في وفاه شقيقه سموه وهي مشاعر غير مستغربه على ابناء شعب البحرين